نبتدي بالمقدمات من حضراتكم زي ما كنا متفقين، فيعني يا ريت نبتدي مثلا بدكتور احمد يبتدي يستعرض لنا كده فكره اللقاحات وايه مدى مأمونيتها وفعاليتها. مش بالضروره يعني اللقاح بتاع أوكسفورد تحديدا، انا عارفه ان حضرتك شغال عليه، لكن بشكل عام انواع اللقاحات المتاحه دلوقتي وهي عددها كبير جدا، يعني تخطط ال 20 لقاح في مراحل متقدمه من الاختبار. فلو حضرتك تدينا مقدمه سريعه كده عن اللقاحات المتاحه ومدى مأمونيتها وفعاليتها حتى الان. انا طبعا في الاول احب اشكر حضرتك استاذه بثينه، يعني دكتور اسلام ودكتور علي محمد ودكتور تمام وكل الساده الحضور يعني على الفرصه الجميله دي. اتمنى ان التكنيكال ايشوز يعني تتعالج خلال يعني الدقائق القادمه يعني، ونقدر ان شاء الله نكمل بصوره يعني طبيعيه. بدايه هو طبعا في اكثر من لقاح حاليا، يعني لو على حسب اللاست ابديتس في اكثر من لقاح في التجارب بصوره عامه، يعني اوربت 200 او 200 تجربه في معامل مختلفه وشركات مختلفه على مستوى العالم. اكثر من 55 فاكسين حاليا في التجارب السريريه، يعني في حوالي اوربت 40 في المرحله الاولى و17 مرحله ثانيه و13 لقاح في المرحله الثالثه. في ثلاثه منهم اوريدي يعني عرضوا النتائج المبدئيه للحمايه. يعني كان طبعا في اكثر من تكنيك مستخدم بصوره عامه يعني في اللقاحات، اغلبهم بيعتمد على السبايك بروتين اللي هو بروتين الاشواك لفيروس الكورونا المستجد، واللي هو يعني هو بروتين كبير جدا في كميه مستضادات او ايبيتوبس كتيره جدا تقدر تحفز جهاز المناعه. وبرضه من ناحيه ثانيه مهم جدا الاعتماد على هذا البروتين تحديدا، لانه هو يعني مهم جدا للفيروس حتى يكون قادر على احداث العدوى. وبالتالي من مصلحه الفيروس ان هو ما يعملش فيه تحورات كثيره او تحورات كبيره تخليه يفقد قدرته على التعرف على مستقبلاته اللي هي ACE2 ريسبتورز في خلايا العائل وبالتالي احداث العدوى. لو حصل يعني تحور كبير فده يعني بيبقى الفيروس يعني ريح واستريح زي ممكن نقول كده، ان هو هيبقى فيه فرصه كبيره ان هو يبقى غير قادر على التعرف على مستقبلاته. لكن إذا لم يحدث تحور كبير في هذا البروتين، وده يعني في الغالب ما سيحدث، وبالتالي أي لقاح بيعتمد على السبايك بروتين هيبقى ليه قدرة عالية على التعرف على الفيروس وإحداث مناعة إيجابية ضده. في طبعا طرق كتيرة، أهمها يعني في يعني الطرق الشائعة لعمل اللقاحات واللي موجودة حاليا في المراحل المتأخرة، في الهول فيروس فاكسينز اللي بتعتمد على فيروس الكورونا المستجد اللي هو سارس كوف 2 الفيروس نفسه، يا اما تم تضعيفه او تم يعني تدميره ان هو يبقى ان اكتيف او كيلد فيروس. الحاجه الثانيه استخدام طبعا يعني اعتقد اغلب التكنيكس للقاحات الصينيه بتعتمد على كده. من امثله اللقاحات الاخرى اللي بتعتمد على الماده الوراثيه سواء دي ان اي او ار ان اي، واعتقد يعني ممكن اكثرهم شهره لقاح بي فايزر وموديرنا اللي بيعتمد على الماسنجر ار ان اي اللي هو ماده وراثيه ومغلفه بليبيد نانو بارتيكل، وده برضو اثبت انه هو ليه قدره عليه على تحفيز جهاز المناعه. وفكرته انه الماده الوراثيه بيتم حقنها في الليبيد نانو بارتيكل، بتدخل داخل السيتوبلازم وبيحصل لها نوع من الترجمه للبروتين المقابل اللي هو في الغالب السبايك بروتين، وبيحفز جهاز المناعه، وبعد كده المسنجر ار ان اي بيبقى انستيبل وبيتكسر وبينتهي. النوع الثالث وهو النوع اللي بتعتمد عليه يعني لقاح اوكسفورد ومثلا اللقاح الروسي ولقاح مثلا جونسون اند جونسون، بيعتمدوا على ناقل فيروسي او فايرال فيكتور فاكسين. طبعا اختلاف الناقل الفيروسي ده متواجد بين الشركات او المعاهد المختلفه، فمثلاً أوكسفورد بيعتمد على الأدنوفيروس وبيستخدم الشمبانزي أدنوفيروس، ووظيفة هذا النقل الفيروسي أنه بينقل مادة وراثية موجودة بداخل النقل الفيروسي. برضو في الحالة بتاعة جامعة أوكسفورد بيكون يعني الـ DNA sequence اللي بيحمل الشفرة الوراثية للسبايك بروتين، والنقل الفيروسي بيتم إضعافه بطريقة كبيرة يعني، وبيتم يعني منعه من القدرة على التكاثر،
بحيث انه يعني يعدي عدد معين من الخلايا ويحقن الماده الوراثيه المتضمنه التركيب الجيني للسبايك بروتين، وبعد كده الجسم بيصنعها وبيحفز جهاز المناعه، وفي الغالب ده بيستثير ذراعي جهاز المناعه اللي هو التي سيلز او المناعه الخلويه، وفي نفس الوقت الاجسام المضاده. النوع الاخير يعني الاكثر شهره في المرحله الحاليه هو استخدام سب يونت فاكسين او جزء من الفيروس، بيتم طبعا تخليقه بصوره بعيده عن الفيروس نفسه، معتمدا مثلا على بروتين بيزد فاكسين او فيروس لايك بارتيكل، وده في الغالب بيحفز اكثر الاجسام المضاده، بيبقى يعني تاثيره ضعيف جدا على تحفيز التي سيلز او المناعه الخلويه، ولكن برضه بيكون قادر على تحفيز نيوتراليزنج انتي بوديز، ده بناء على النتائج المبدئيه من الشركات اللي بتعتمد على انتاج اللقاح بهذا التكنيك. ده بصوره مبدئيه يعني احنا فين دلوقتي. ويعني مؤخرا طبعا تم عرض نتائج زي ما قلت موديرنا وفايزر، تقريبا اللقاح بتاعهم بيدي 90% فما فوق من نسبه حمايه، ممكن يعني نناقش ده بالتفصيل اكثر بعد يعني الساده تمام. البانل والحضور يوضحوا، وطبعا اوكسفورد ادى مناعه من بين 60 ل 90%، برضه ده ممكن يتم توضيح هذه النتائج بالتفصيل خلال يعني الفتره القادمه. تمام، احنا دلوقتي الاثنين اللي في المقدمه او فرسي الرهان هو اللقاح بتاع اوكسفورد واللقاح بتاع موديرنا، صح كده؟ وفايزر، وفايزر. دول تمام، الثلاثة اللي أعلنوا عن نتائجهم بصورة يعني مبدئية، ويتم نشر الأبحاث يعني في مجلات علمية خلال الأيام القليلة القادمة بالتفصيل. تمام. هل في افق امتى هيبقوا متاحين في السوق للاستخدام؟ يعني امتى هيبقوا متاحين للجمهور العام للاستخدام؟ تمام، هو يعني كل اللقاحات دي أخذت الريسك في مرحلة متقدمة جدا، يعني من أكتر من 4 أو 5 شهور، ومنهم طبعا لقاح أوكسفورد، ابتدوا يصنعوا عدد قليل جدا من الجرعات، يعني في مثلا رينج 10 مليون ل 20 مليون جرعة، يعني أوكسفورد صنعت 30 مليون جرعة مثلا، وابتدوا هذا التصنيع بناء على نتائج المرحلة الأولى والثانية، ابتدوا تقريبا في شهر جون شهر 6، وحاليا في الوقت اللي انا بتكلم فيه ده في مثلا جاهز 30 مليون جرعه من لقاح اوكسفورد، واعتقد نفس الرقم او اقل بقليل من موديرنا وفايزر، طبعا غير مصرح باستخدامهم خارج نطاق التجارب السريه حتى الان، ولكن كل يعني الشركات دي سواء موديرنا او فايزر او اوكسفورد ابتدوا بالفعل اوراق طلب اعتماد اللقاحات دي بناء على النتائج المبدئيه، ويعني اعتقد ان هو ممكن خلال اسبوعين يتم يعني الحصول على نوع من انواع الاعتماد اللي ممكن تمكنهم من بدء استخدام الجرعات الجاهزة على نطاق ضيق طبعاً، على مثلاً الأطقم الطبية والناس الأكثر عرضة، يعني هيبقى متوفر مثلاً بمجرد الاعتماد 4 مليون جرعة من ال 30 مليون جرعة دول داخل إنجلترا سيتم استخدامهم مباشرة، وطبعاً دوّن هيخلي الشركات القادرة على يعني التصنيع هتبتدي تعمل لارج سكيل مانيفاكتشرنج، بحيث إنها يعني تصنع بقى بمئات الملايين أو المليارات من الجرعات بمجرد ان هو يتم اخذ هذا الاعتماد، لانه طبعا كان تصنيع يعني اي عدد من اللقاحات قبل الاعتماد هو ريسك كبير جدا، يعني لانه لو كان اللقاح اثبت انه هو غير فعال كان طبعا هيبقى ده نوع من انواع يعني الاهدار للجهد والمال، ولكن يعني كان من الضروري ان هو اخذ جزء من الريسك ولكن ليس كبير جدا، بحيث ان هو يسرع عملية تواجد اللقاح. دكتور اسلام، حضرتك سامعني دلوقتي؟ انا كده سامعكم، مش عارف انتوا سامعيني ولا لا. سامعينك كويس جدا. حضرتك جدا. طيب انا الحمد هسلم لله. لحضرتك الرايه، هسلم لحضرتك الرايه وانسحب في هدوء. الحمد لله. طيب مبدئيا اهلا بيكم جميعا، واسفين على المشكله التكنيكال اللي حصلت، وبنحاول ان احنا دلوقتي اعتقد نحل مشكله الدكتور علي. بس مبدئيا انا دلوقتي عرفت ان الدكتور احمد قال مقدمه بسيطه عن انواع اللقاحات المنتظره، ومتهيألي ان هو قدم نفسه خلاص، فانا يعني ماليش حظ ان انا اقدمه. بس دلوقتي احد الضيوف معانا هو الدكتور تمام العودات، نائب المدير التنفيذي لحمله توفير الادويه الاساسيه في منظمه اطباء بلا حدود، وعمل في السابق نائبا للمدير الطبي في اطباء بلا حدود في سويسرا، وهو طبيب سوري خبير في الصحه العامه
وعمل أيضا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. أهلا بيك معنا يا دكتور. شكرا، شكرا كثير دكتور. شكرا لوجودك معنا، ولو حضرتك تحب يعني تبدأ اللقاء بافتتاحية بسيطة عن اللقاحات بتاعت كورونا المنتظرة وتصورات حضرتك، وطبعا كجزء من منظمة أطباء بلا حدود، لسياسات المتوقعة لإتاحة هذه اللقاحات في الشرق الأوسط. شكرا جزيلا على استضافتي، السلام عليكم، وشكرا للدكتور أحمد على البداية اللي عرفتنا على اللقاحات الموجودة والمتوقعة لجائحة كوفيد 19. تأكيد في يعني مقدمة تاريخية بسيطة، في عدد من المرات اللي تعرضنا فيها لشبهة أو لأمراض وبائية على كان في خطورة على نطاق واسع، منها الـ H5N1 إنفلونزا الطيور بالـ 2005 والتي لحسن الحظ لم تتحول إلى وباء بشري واسع النطاق، والـ H1N1 أو إنفلونزا الخنازير كما كانت تدعى في الـ 2009. ونفس الأمور التي حصلت عندها يعاد جزئيا حصولها الآن، منها ما هو إيجابي كتطوير لقاحات وتقنيات أخرى، أدوية في تجارب سريرية على أدوية متعددة، وفي تجارب على تقنيات تشخيص متعددة لكوفيد 19. وبعض الصعوبات تتكرر أيضا، وهي صعوبة الحصول على هذه الأدوية بشكل متساوي بين البلدان المتعددة. نعلم الآن أن اللقاحات المتوفرة لها عدة خصائص مختلفة، فمثلا من اللقاحات التي وصفها الدكتور أحمد، لقاحا فايزر وموديرنا هم لقاحات معتمدة على الRNA الرسولي، وهو بحاجة إلى النقل وتخزين بدرجة عالية من البرودة. حسب معلوماتنا الآن، لقاح موديرنا يحتاج إلى ناقص 20 درجة مئوية، ولقاح فايزر حتى ناقص 70 درجة مئوية. طبعا هي أول مشكلة، لأنه الصعوبة البالغة في توفير وسائل التخزين على هذه الدرجة من البرودة غير متوفرة في معظم الدول النامية، وخاصة أن لا نعلم تماما كم من المدة يمكن بقاء اللقاح في درجة حرارة براد عادي، يعني من 2 إلى 8 درجات مئوية. ف بغض النظر عن توافر التصنيع وتوافر السعر المناسب، في البداية هناك أمور يمكن أن تعرقل وصول اللقاحات بطبيعة اللقاح نفسه. بهذه الحالة، لقاحات مثل لقاح أكسفورد أسترازينيكا على سبيل المثال، هو لقاح يمكن تخزينه في برادات عادية، وبالتالي يمكن أن يتم توفيره بشكل أسهل. عندها يجب التفكير، يعني بعيد التفكير بالأمور التقنية، من كم يوفر اللقاح من مناعة. هناك عدة أمور. أولا، هل اللقاح يمكن تصنيعه على نطاق واسع؟ نحن في العالم يوجد 7 مليارات شخص، وكما سمعنا سوف يتوفر عدة مئات من ملايين لقاحات خلال السنة القادمة. للأسف ضمن الوضع الحالي ليس لدينا أمل عالي بتوفير كميات كافية من اللقاح لتوفر الطلبات التجارية الحالية وتصل إلى البلدان النامية. كما نعلم، هناك عدة بلدان غنية قامت بالتعاقد مع الشركات المنتجة وشراء معظم اللقاحات مسبقاً، بمعنى ما نعرفه الآن أن بين 80 و85% من لقاحات فايزر وموديرنا تم شراؤها بشكل مسبق حتى نهاية كل الإنتاج حتى نهاية 2021. بمعنى الحصول عليها هو ليس أمر فقط متعلق بتوافر المال أو القدرة على الشراء، بل هو يتعلق بالتنافس مع الدول الأقوى والأغنى، والتي للأسف تعتمد الآن على الضغط السياسي والتجاري للشراء وتوفير معظم الأدوية لمواطنيها قبل الآخرين. والأمر الآخر هو الأسعار. أسعار اللقاحات غير متوفر بشكل كامل وغير واضح لنا، خصوصا على ضمن الخطوط المتعددة من المفاوضات بين اللقاحات بين المنتجين والدول المهتمة، ولكن لم تقم كل الشركات بإعلام
العموم بتكاليف تطوير اللقاح، بكمية النقود التي تم تمويلها من عدة دول مانحة، وبنيتهم على توفير اللقاحات بأسعار مقبولة بأسعار الكلفة على الأقل. طبعاً هذا يختلف بين الشركة والأخرى، فمثلاً أسترازينيكا وأكسفورد تعهدوا بتوفير اللقاح قريب إلى سعر الكلفة حتى نهاية الجائحة، ولو أننا لسنا متأكدين كيف يتم إعلان نهاية الجائحة، في شكوك عن من يقوم بهذا الإعلان وكيف يتأثر السعر. ولكن شركات مثل فايزر وموديرنا يقومون الآن بإعلان عن عمليات تجارية رغم حصولهم على كميات هائلة، مئات الملايين وأحيانا مليارات دولارات من الدول المانحة. فالحماية الملكية الفكرية حاليا للقاحات أمر قد يعرقل الوصول إلى الناس الذين يحتاجونها بشكل كبير. آخر شغلة أحب أذكرها قبل ما نتابع هو أن هناك أمور يتم العمل عليها لمنع هذه الصعوبات ومنع العوامل التجارية والربحية من التأثير على قدرة اللقاح على الوصول إلى معظم الناس. من دول مثل الهند وجنوب أفريقيا مدعومة بالعديد من الدول الأخرى يقومون بمحاولة لإيقاف حماية حقوق الملكية الفكرية على اللقاحات خلال الجائحة. بمنظمة التجارة العالمية يوجد قرار مرتقب سيتم التصويت عليه قريبا نتأمل، حيث يطالب من الشركات والدول أن توقف الحماية من أجل توفير اللقاح على أوسع نطاق. الكثير من السياسة للأسف بالإضافة للعلم والطب يتدخل بالموضوع، ونبقى على ترقب لرؤية كيف يتم توفير اللقاحات في المستقبل. شكرا لك. طيب يعني شكرا دكتور تمام. يعني دكتور تفضل. حضرتك سمعني كده؟ كنت حاب بس أسأل حضرتك، يعني هل من وجهة نظر حضرتك أنه أحد الحلول المقترحة أنه يتم خلينا نقول فك قيود الملكية الفكرية من قبل الشركات المطورة للقاحات وفتحها للتصنيع بشكل لوكال، يعني أو في كل الدولة على حدة في مصانع داخلية، بس هل حضرتك هو هنا في نقطتين حابب يعني أخذ رأي حضرتك فيهم؟ هل القدرات التصنيعية متوفرة في بلاد الوطن العربي من الناحية التقنية؟ والناحية الثانية على حسب معرفتي أنه فعلا هناك بعض الحالات اللي في قانون التجارة العالمي اللي بتسمح بالاستخدام الطارئ أو يعني كسر حقوق الملكية الفكرية، خلينا نقول تحت بعض الظروف ولبعض الدول ذات الدخل المنخفض، ولكن الملكية الفكرية أو الباتنت أو براءة الاختراع على حسب معرفتي أنا ما بيبقاش فيها كل التفاصيل التقنية في التصنيع، يعني بيكون هناك وصف شامل للموضوع ولكن تصنيع اللقاح في المصنع هناك بعض خلينا نقول سر الصنعة، يعني هناك بعض التفاصيل التي لا يعني لا يمكن تصنيع اللقاح بدونها، ومش مش هنقدر إن احنا نتخطاها إلا لو هناك اتفاق مع هذه الشركات. فحضرتك شايف الفيزابيليتي بتاعت الموضوع ده ايه؟ شكرا جزيلا، فكرة كتير مهمة. قانون حماية الملكية الفكرية حسب منظمة التجارة العالمية تقريبا قطعي، ولكن خلال السنوات التسعينات تبين انه يوجد حالات للصحة العامة اهم من قانون الملكية الفكرية، وتم ايجاد ما يدعى دوحة ديكلاريشن، تصريح الدوحة حول تخفيف حماية الملكية الفكرية في حال الطوارئ الصحية مثل هذه. وهناك حالات واضحة تماماً أي دولة يحق لها إجراء ما يسمى بالcompulsory licensing أو التصريح الإجباري، بحيث تعلن عن أخذ حقوق الملكية من الشركات المنتجة وإعطائها لشركات أخرى لإنتاج دواء في حالة صحية طارئة. هذا تم استعماله مرات متعددة. المثير للانتباه أنه معظم العديد من الاستعمالات التي تم استعمالها من دول غنية ليس فقط من دول فقيرة، وعلى أساسه هناك أدوية متعددة لأمراض مثل متلازمة نقص المناعة المكتسب الإيدز،
غيرها يتم استعمال ما يدعى الجينريك ميديسنز واللي هي يتم تصنيعها على هذا الأساس. في عدة مشاكل لا يمكن استعمال compulsory licensing كأساس لحل اللقاح الآن لعدة أسباب. واحد منه هو ما تكلمت عنه دكتور، هو أن اللقاح ليس مركب كيميائي بسيط كالعديد من الأدوية القديمة. اللقاح بحاجة إلى process، إلى عملية تصنيع شديدة التعقيد. وما نطالب به الآن هو ليس فقط السماح بإنتاج الدواء، ولكن مشاركة عملية الإنتاج، العملية العلمية التي تؤدي للإنتاج. لأنه ما كان يجري في السابق هو أن شركات الأدوية في الدول النامية، خصوصا في البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، كانوا يقوموا بإعادة هندسة الدواء، وهذا يأخذ وقت، وهذا أصعب بكثير في لقاحات mRNA وغيرها من التي لها تكوين بيولوجي ومختلف. فما الفكرة هي ليست فقط بكسر حقوق الملكية الفكرية بأي طريقة، الفكرة هي بتوفير أكبر فائدة ممكنة بأسرع ما يمكن بدون حاليا حرمان الشركات المصنعة من حقوقها ببيع واستغلال أدويتها. ولكن الشركات المصنعة غير قادرة الآن على إنتاج كميات كافية، والفكرة الأساسية هي أنه بحاجة الآن لتجنيد كل القدرات العالمية لإنتاج اللقاحات إذا كنا سنكون قادرين على إيقاف الوباء. سألت حضرتك عن القدرات التقنية. قدرات تقنية معقدة ولكنها ليست شديدة الصعوبة، وحاليا بالهند وهي أكثر الدول قدرة على إنتاج الأدوية، يوجد معامل جهزت لإنتاج أعقد اللقاحات اللي هي mRNA vaccines وغيرها، سيمكن إنتاجه بسرعة شديدة إذا تم مشاركة ما يدعى knowledge sharing والمعلومات التقنية عن الأدوية. فمن الأكثر فائدة لجميع الناس القدرة على حد الوباء هو التغلب على الحافز الربحي غير المحدود اللي موجود عن الشركات هلا. يعني كأنهم رأوا فرصة لا تعوض وسوف يقومون بكل ما يمكن القيام به للتربح، وهذا أمر مؤسف لأنه هذا على حساب حياة الناس. في تقديرات تقول أن فايزر على سبيل المثال، تقديرات من عدة أسابيع عندما أعلن النتيجة، سيقومون ببيع ما قيمته تقريبا 14 مليار يورو من اللقاحات. قد نتفق أو نختلف على أن الشركة يجب أن تربح إلى هذه الدرجة على حساب حياة الناس، ولكن بدون شك المشاركة بحيث يتمكن أضعف الأشخاص والعالم معرضين للخطورة في الدول النامية من الحصول على اللقاح هي أكثر أهمية من تقليل مرابح فايزر قليلا. فايزر شركة شديدة الغنى وغيرها هي شركات شديدة الغنى، ويستطيعون أن يضحوا بالقليل من الأرباح ليتم تأمين اللقاح، خاصة وأن فايزر وغيرها، بايونتك في ألمانيا وشريك فايزر وغيرها من الشركات موديرنا وأسترازينيكا، حصلوا على تعويضات هائلة من الدول المانحة لتصنيع اللقاح. فهم يعني حتى إذا سمحوا بنقل الملكية هم يوفون ديونهم للجيب العام الذي مولهم من البداية. طيب نرجع للدكتور أحمد. سمعني يا دكتور أحمد؟ يا مع حضرتك. أنا يعني طبعاً بما أنك أحد أعضاء الفريق البحثي المشترك في تطوير لقاح أوكسفورد، أنا عارف أنك بعيد عن الناحية الكوميرشال أو الناحية التجارية، فيعني مش هنحاول أن احنا ندخل في النقطة دي معاك، لكن أنا حابب أسمع رأيك كواحد عالم متخصص. إحنا في أكتر من نقطة بتهم الناس، بالإضافة لإتاحة اللقاح وتوفره، الناس بتفكر في الفعالية وبتفكر في سلامة اللقاح. وأحد الأمور الظاهرة حالياً دلوقتي حتى في الوطن العربي، يعني هي حركة مناهضة للقاحات موجودة في الغرب من زمان في الولايات المتحدة وفي بعض بلدان أوروبا، لكن مؤخراً ظهرت حركة أو مشابهة أو يعني في صوت عالي نقدر نقول بيشكك في سلامة اللقاح. فكواحد شاف تطور اللقاح ده وكان على قرب من الـ process والريسيرش
تقدر تقول إيه للناس اللي خايفة من النقطة دي؟ تمام. طبعاً هو أي تجارب سرية عشان اللقاح ياخد الاعتماد بصورة رسمية يعني فيه قيود صارمة جداً جداً، وما فيش فيها أي نوع من أنواع التهاون، حتى لو كان في نوع من أنواع اللي هو التسريع في أخذ هذا الاعتماد أو يعني الانتهاء من التجارب السرية. ده مش بيجي أبداً على حساب أمان اللقاح وفعاليته. بصورة مبدئية يعني أنت ممكن تقدر تطلع باستنتاج واضح جداً عن استجابة جهاز المناعة يعني لمادة معينة، ممكن أقول من خلال 6 شهور لسنة. طبعاً الفولو أب لفترة أطول ده مطلوب، ولكن الناس اعتادت في شغل اللقاحات، وده يعني يعتبر ريكورد في الوقت الحالي إزاي الموضوع مشي بهذه السرعة، إنه يعني بتاخد من 5 سنين ل10 سنين ل15 سنة لحد ما تقدر تطلع باللقاح. ولكن بالفعل يعني الناس اللي شغالة في هذا المجال، خصوصا لو في من الناحية الأكاديمية أكثر، بيبقى عارف إن الوقت بيروح أغلبه مش في الشغل البحثي العلمي نفسه، بيبقى في نوع كبير جدا من المجهود والوقت بيتم يعني هقول إهداره، استخدم هذه الكلمة، على الريجوليشنز وعلى البحث عن التمويل وعلى عرض النتائج وقبولها ونشرها. يعني بصورة مبدئية كده، لو أنت مثلا عايز تعمل يعني بحث بسيط جدا ابتداء من يعني الديزايننج وتصميم اللقاح، وبعد كده عمله على الحيوانات، وبعد كده إثبات أنه هو فعال في الحيوانات، كل ده طبعا محتاج فاندنج ومحتاج نوع من أنواع يعني الأبروفلز عشان تبتدي عليه. في الشيء الطبيعي لو أنت شغال، خصوصا لو بادئ من أكاديمية مش بادئ من شركة، لو هياخد يعني الوضع مثلا عندنا في أوكسفورد هنا، ده ممكن ياخد على الأقل سنتين، لأن أنت بتستنى ديدلاين لجرانت، بتقدم على الجرانت ممكن يكون بعد 6 شهور، يترد عليك بعدها مثلا ب6 شهور تاخد الفاندنج، تبتدي تعمل الشغل بتاعك ممكن يخلص في 6 شهور. لكن عشان تقدر تنتقل من بعد الانيمال أو البري كلينيكال للكلينيكال، أنت محتاج تكتب بحث وتنشره في مجلة علمية، ده ممكن ياخد يعني على حسب المجلة من 6 شهور في متوسط، ممكن ياخد 1-2 لو أنت عايز تنشره في مجلة كبيرة، وبناء على هذه النتائج تبتدي تقدم على تمويل آخر أكبر عشان تبتدي المرحلة الأولى من التجارب السريرية، ويعيد نفس الدورة دي في المرحلة الأولى، ثم البحث عن تمويل أكبر للمرحلة الثانية، ثم بدء الثالثة. فده بياخد يعني سنين. لكن الجزء العملي نفسه ممكن تطلع بريدنج يعني بريد أوت خلال 3 شهور ل6 شهور. ده ممكن يعني يديك استجابة جهاز المناعة بصورة واضحة جدا، ونفس الحكاية الأمان، وتقدر تقول إن هو استمرارية جهاز المناعة 6 شهور أو سنة. يعني دي النقطة اللي بتبقى مش قادر تعرفها غير لما تنتظر وقت. لكن الأمان الفعالية ممكن أقدر أقول بكل ثقة من 6 شهور لسنة ممكن تقدر تطلع ببيانات واضحة وقوية. فما حدث في الوقت الحالي إنه الوباء ابتدى من شهر ديسمبر العام الماضي، وأغلب الناس ابتدت تشتغل عليه، ابتدت من تقريبا بداية أو منتصف شهر يناير لما تم نشر التركيب الجيني للفيروس، وابتدى من هذا الوقت حتى يومنا هذا يعني تقريبا 10 شهور أو 11 شهر. كل دي أبحاث ما كانش فيه الجاب بتاع البحث عن تمويل أو تعطيل من الريجوليتورز، كان في تعاون كبير جدا 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 في توفير التمويل قبل حتى ما تطلع البري كلينيكال، يكون عندك مؤمن اوريدي تمويل لفيز 1، وقبل ما تخلص فيز 1 بناء على الداتا المبدئيه بتلاقي فيه تمويل لفيز 2 وبتعمل ميرجنج لفيز 2 وفيز 3. يعني في اوكسفورد تقريبا ابتدت البري كلينيكال ستاديز في فبراير، وخلال شهرين كان في نتائج واضحه، ابتدى تامين فيز 1. التمويل والريجوليتورز كانوا موافقين، وبمجرد ان هو البحث نشر في ابريل، ابتدى في 23 ابريل المرحله الاولى. بناء على الامان خلال شهر ابتدى يعني ريكروتمنت لناس اكبر، وكان في تمويل جاهز، وحصل ميرجنج لفيس 2 وفيس 3، وابتدى يعني فيس 3 في 22 مايو، يعني خلال شهر تقريبا من بدايه فيس 1، لانه يعني كان التمويل جاهز والريجوليتورز جاهز ويعني الموافقات جاهزة. وبالتالي أنت عندك من إبريل حتى يومنا هذا تقريباً 7 شهور أو 8 شهور أنت بتطلع داتا من هيومن، عدد كبير جداً، يعني متوسط الفيس 3 سواء في الناس اللي أعلنوا أو الشركات اللي أعلنت نتائجها من 20-40 ألف متطوع تقريباً، وكل ده يعني أثبت أمان لهذه اللقاحات. وبالتالي هيتم اعتماد
هذه اللقاحات خلال الأسابيع القادمة بناء على سوليد ديتا من عدد كبير جدا من الناس بدون أي تهاون في الأمان بصورة أساسية، وطبعا يعني وصول درجة معينة من الفعالية اللي هي على الأقل تكون 50%، وده ما يحدث الآن. وبالتالي يعني بصورة واضحة جدا يعني أحب أطمئن الناس إن هو ما فيش أي لقاح هياخد اعتماد بصورة عالمية من المنظمات المسؤولة عن ذلك إلا لما يكون فعلا تجاوز كل هذه الشروط يعني بصورة صارمة جدا جدا، بل وحتى بعد ما يتم اعتماده بصورة طارئة يعني هيخش حاجة اسمها فيز فور، إن هو يبقى تحت الملاحظة خلال مثلا 5 سنين 10 سنين، حيث إن هو لو في حاجة بتظهر في 1 من 100 ألف أو 1 من مليون دي طبعا مش هتبان في عدد 20 إلى 40 ألف متطوع، ولكن هيتم برضو يعني تسجيل هذه الملاحظات وبعد كده التعرف بصورة أكبر. ولكن مفيش أي لقاح هياخد تصريح رسمي إلا أن يكون آمن بصورة تامة. تمام. طيب نعود للدكتور تمام، لو حضرتك سمعني كنت حابب يعني أسمع من حضرتك رأيك في الأفكار السلبية أو الآراء السلبية ضد اللقاحات في الوطن العربي، وهل ما إذا كان المنظمة أو بالتعاون مع هيئات أخرى ليها دور في توصيل هذه الرسالة لعامة الناس وتطمنهم إلى حد ما، أو يعني زيادة الوعي بشكل عام عن أمان اللقاح وسلامة اللقاحات المتوقعة؟ شكرا جزيلا. للأسف الصورة السلبية عن اللقاحات واللي هي تفتقر لأساس علمي هي شائعة في الغرب، شائعة إلى حد كبير في الولايات المتحدة وتسببت بأضرار هائلة، وشائعة إلى حد ما في أوروبا، وقد انتقلت يعني نتأمل إلى حد أقل في البلاد العربية ولكنها موجودة. وأطباء بلا حدود عملت عن طريق زملائنا مكاتبنا في بيروت وفي الإمارات العربية المتحدة على إيصال المعلومات بشكل ثابت يعني بشكل متكرر حول سلامة اللقاحات. الموضوع عمره أكثر من 10 سنوات، يأتي من دراسة خاطئة وحدثت عن طريق أحد الأطباء اللي نشر دراسته تربط أحد لقاحات MMR measles mumps rubella مع التوحد الطفلي، معلومات غير صحيحة قطعا يعني، وتم سحب ترخيص الطبي للباحث. للأسف ترك هذا الموضوع آثار، وفي شكوك حول اللقاحات مستمرة، ولكن هذا ليس الموضوع الوحيد، في أمور أخرى تحدث في دول غير متأثرة بها، يعني في بعض الدول التي نعمل بها في صعوبة حقيقية في إيصال اللقاحات، رأيناها في حملات تلقيح ضد شلل الأطفال مثل في أفغانستان وباكستان وغيرها من الدول ونيجيريا وغيرها من الدول. للأسف في مفهوم خاطئ عن اللقاحات لأسباب متعددة. لتوضيح الأمر بالذات الحصبة ميزوس، يعني اللقاحات ليس فقط غير ضارة، اللقاحات أنقصت أحد أكثر الأمراض التي تقتل الأطفال أكثر من 95% في الدول الأفريقية خلال العقد والنصف الأوائل في هذا القرن. لا يمكن التأكيد كفاية على كون اللقاحات هي العامل الأساسي في تحسين الصحة ونجاة الأطفال بالذات. وفي حالة مثل هذه نحن محظوظون هنا أن الجائحة لا تؤثر على الأطفال بشكل شديد السلبية، يعني إلى حد الآن الأطفال تأثرهم قليل جداً بكوفيد 19، وهذا من حسن الحظ يعني الحمد لله على هذا الأمر، لأنه لو كان الموضوع ليس كهذا وكان في وفيات أطفال عالية كان الصورة مختلفة بشكل جذري. ولكن بكل الأحوال لدينا لقاح فعال ولدينا رقابة عالمية كما ذكر الدكتور أحمد عليه، والقدرة على مراجعة الأدلة العلمية كما كلما تقدم الوضع. ندعو بشكل واضح يعني، وكتبنا عن هذا الموضوع من أطباء ولا حدود ودعينا إليه، لا يمكن التحكم بجائحة بدون تلقيح عدد معين من الناس وبدون توصيل اللقاحات إلى عدد أكبر. للأسف بدون حتى المعلومات السلبية
اللقاح يصل الأغنياء قبل الفقراء، وللمدن قبل القرى، قبل الريف، وللدول الغنية قبل الدول الفقيرة، بدون صعوبات تتعلق بمعلومات خاطئة. فالجهد الكامل حاليا لإيصال اللقاح للأشخاص الذين يحتاجونه بشكل أكثر من غيرهم هو الأساس، ومن ضمن هذا العمل هو التأكيد على صحة وسلامة اللقاحات ومتابعة الأدلة العلمية الموجودة والقيام بالتوعية كما نستطيع بكل المجالات. تمام، شكرا جزيلا. معانا سؤالين من الأستاذ حازم بدر مراسل شبكة سايد اف نت، وأعتقد أنه ممكن الدكتور أحمد سلمان يعني يجاوب عليهم. نبدأ بالسؤال الأول: هناك مخاوف من أن تسبب الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بواسطة اللقاح استجابة لسلالة واحدة من الفيروس، وبالتالي تسبب مشاكل في حالة الإصابة بسلالة أخرى، وهي حالة تحدث في حمى الضنك. أعتقد أنه الأستاذ حازم بيتكلم عن الأنتيبادي ميدييتد إنهانسمنت، ويخشى البعض تكرارها مع فيروس كورونا، لا سيما أن هناك حالات تم توثيقها لمصابين كوفيد 19 كانت الإصابة الثانية عندهم أشد من الأولى. فإلى أي مدى يوافق دكتور سلمان على ذلك؟ تفضل دكتور. طبعا دي حاجة كانت مهمة جدا اللي هو أخذها في الاعتبار في السيفتي من فيز 1 و 2 يعني، وده جايز يكون من أهم الأسباب إنه الناس بتركز، بتحاول تكون يعني الناس اللي بتحاول تصميم اللقاح إنها تكون مركزة على جزء يعني مخصص. كل ما صغر تركيزك على تركيب محدد في الفيروس في اللقاح، كل ما كنت أبعد من هذه المشكلة. يعني ممكن أقول بصورة عامة جدا إنه لو مثلاً أخذنا اللقاح اللي بيعتمد على الانكتيفيتد فيروس، طبعاً هو فيه كمية أكبر من البروتينات وكمية أكبر من الإبيتوبس أو الأنتيجنز، في جزء منها ممكن فعلاً يكون مشابه لسواء يعني مثلاً تركيب لبروتين معين مسؤول عن ريبليكيشن في الدي إن إيه مثلاً في خلايا جسم الإنسان. فده ممكن بتكون فرصة إنه هو فعلاً يكون يعني يدي اللي هو unneutralizing antibodies أو يزود فكرة antibody dependent enhancement أو حتى autoimmunity بتبقى أكبر. كل ما كنت يعني متخصص جدا جدا في الجزء اللي أنت بتحفز المناعة ضده، وكل ما كان طبعا مختلف عن أي حاجة ممكن تكون شبهه في جسم الإنسان أو في العائل، ده طبعا بيكون أمن. فدي كانت من أوائل الحاجات اللي يعني تم التركيز عليها مثلا في النتائج اللي أعلنها لقاح أوكسفورد، إن هو الأجسام المضادة اللي بتطلع أغلبها neutralizing antibodies ومش بتعمل antibody يعني dependent enhancement، ومش بت يعني في أي شبيه ليها أو تعمل cross reactivity أو يعني تمسك في بروتينات مشابهة في جسم الإنسان مما قد يؤدي لحاجة زي autoimmunity. كان في برضو حاجة زي كده إنه ودي يعني اللي هو نتائج الحيوانات اللي تم او البريكلينيك اللي تم نشرها من احد اللقاحات الصينيه على الحيوانات، كان في المشكله دي موجوده يعني، وتم نشرها والتسليط الضوء عليها بالفعل. فدي ممكن برضو تكون نتيجه العضله الطبيعيه للفيروس، انت طبعا بتتعديه بكل ما فيه من بروتينات، وجهاز المناعه حتى الاستجابه بتاعته مش بتبقى يعني ان ريلاكسنج ان يعني فوكست واي، انها مش مركزه عليه، بيبقى في نوع من انواع الانفلاميشنز، خصوصا لو مصاب دخل فيه complications بيبقى فيه ممكن يعني زي cytokine storm وinflammation ليس لها ضرورة، بتشتت جهاز المناعة وبتخليه فعلا ممكن يحدث فيه خطأ في استجابته تؤدي لعواقب مش يعني صحيحة، ويكون التدمير الأساسي هو من جهاز المناعة مش من الفيروس. عشان كده أغلب الأدوية المتاحة حاليا يعني بتستهدف تقليل أو يعني تهدئة جهاز المناعة أو أعراض المرض، مش بتتعامل بصورة أساسية مع المرض أو الفيروس نفسه. وبالتالي أنا أتفق تمام مع حضرتك طبعا في الدنجي أو في هي حمى الضنك، لأنه حتى في أكثر من سيرو تايب، في 4 يعني أنواع مختلفة من الفيروس، وبيبقى يعني الفرق بينهم فعلا أنه هو بيحصل كروس رياكتيفيتي. لو أنت تعديت بنوع منهم في الأول مثلا سيرو تايب 1، بيبقى الأجسام المضادة بتطلع ممكن تبقى سبيسيفيك ضده، ولكن بتعمل كروس رياكتيفيتي مع الانواع الثانيه، خصوصا لو كان السيرو تايب مختلف، وتزود فعلا حاجه زي الاي دي اتش او اللي هي انتي بودي ديبندنت انهانسمنت. فده شيء يعني مهم جدا جدا في اي لقاح، ان انت تحاول تمنع الثلاثه مشاكل دي، اللي هو يكون بيعمل يعني
تأثير اللقاح أسوأ على العدوى الأخرى، وإن هو بيحفز أجسام مضادة ويعني بتحاول تتغلب عنها كل ما كنت محدد أكثر وبتستهدف جزء أصغر يعني ومختلف تماماً عن أي شبيه لي في العقل. طيب تمام. هو أنا كمان حابب أضيف نقطة بسيطة خالص للأستاذ حازم، إنه الدينجي والفيروسات اللي عرف عنها في السابق أنها بتكون involved في القصة بتاعت الانتيبادي ميديتد انهانسمنت، عندها خاصية أنها بتتكاثر في خلايا، أحد الخلايا المناعية اللي بنسميها الميكروفاجز أو الخلايا البلعمية باللغة العربية. وده هو يعني هو فكرة أنه الإصابة الثانية تكون أشد لأنه الأجسام المضادة اللي تكونت في الإصابة الأولى بترتبط بالفيروس ولكنها لا تحيده، ما بتعملوش نيوتراليزيشن. وبعدين الأجسام المضادة ليها مستقبلات على خلايا الميكروفاجز، فالجسم المضاد بيبقى عامل زي الكوبري كده أو يعني بريدج، بيسمح للفيروس إنه يرتبط بالخلايا بتاعت الميكروفاجز، وهو في العادة لا يرتبط بيها. يعني سارس كوفي 2 بيدخل الخلايا من خلال المستقبل الأيس 2، الأيس 2 مش موجود على خلايا الميكروفاجز. فلو الفيروس قادر على التكاثر داخل الميكروفاجز نظريا ممكن تكون هذه الظاهرة ممكن تكون سبب خطورة، لكن حتى يومنا هذا لا يوجد أي دليل علمي على أن سارس كوفي 2 يتكاثر بشكل، حتى يعني مش حقدر أقول بشكل جيد، يتكاثر أصلا داخل الخلايا بتاعت الميكروفاجز. فده أحد العلامات المهمة اللي بتقول لنا أنه أي نعم زي ما الدكتور أحمد تفضل وقال، أي نعم دي أحد الحاجات اللي مطوروا اللقاحات بيركزوا عليها، لكن حتى الآن الدائرة بتاعة الانتيبادي ميديتد انهانسمنت دي لا تزال فيها فراغات كتيرة بتقول لنا أنه الاحتمالية دي ضعيفة جدا جدا حتى الآن، ولم تظهر في زي ما الدكتور أحمد قال في كل التجارب البري كلينيكال ما قبل الكلينيكية والإكلينيكية حتى الآن أي ظاهرة أو أي شواهد بتقول إنه الظاهرة دي ممكن تعمل لنا مشكلة. فده يعني عشان نوضح للناس إنه الفكرة دي وهي موجودة فعلا، ولكنها ممكن تكون مع الفيروسات التي تتكاثر داخل الميكروفاجز، ونحن حتى الآن معلوماتنا بتقول إن سارس كوفي 2 لا تكاثر داخل هذا النوع من الخلايا. في سؤال تاني برضو متعلق بالنقطة دي قبل ما أسيب للدكتور أحمد ممكن ناخد رأيه فيه. السؤال بيقول هناك دراسات ذهبت إلى أن المناعة المدربة على مواجهة الفيروسات في الدول الفقيرة يمكنها مقاومة كورونا بشكل أفضل. أعتقد هو هنا السؤال رايح ناحية البي سي جي اللي هو التي الفاكسين بتاع التي بي، وحضرتك دكتور احمد اشتغلت على التي بي قبل كده، يعني انا عارف ان ليه خبره سابقه في المجال ده. وهو السبب ان عدد الوفيات بالهند قليله رغم زياده عدد الاصابات، فهل يوافق دكتور سلمان على هذا التفسير؟ والله هو بالنسبه للقاح البي سي جي يعني هو بصوره عامه، وحتى في كلينيكال ترايلز بتتعمل في استراليا تحديدا على هذا الموضوع ليتم يعني اثباته او نفيه، إنه بيحفز الميكوزا الاميونيتي في الجهاز التنفسي بصورة عامة. فممكن بيكون ليه contributions بس، أو يعني مشاركة في إنه هو يعني يخلي جهاز المناعة أفضل استجابة لل يعني الأمراض التنفسية، ولكن يعني هي هتكون مناعة غير متخصصة، يعني مش محددة إنها تعمل ميموري وتبقى ضد فعلا السارس كوف 2، يعني هتبقى التحفيز بصورة عامة جدا. الحاجة التانية معروف عن حتى البي سي جي إنه هو بيبقى فعال بس في الأطفال يعني السن مثلاً 5 سنين، وبعد كده بيبقى تأثيره تقريباً كل ما زاد العمر كل ما تقريباً بقى شبه منعدم. فيعني بصورة عامة أعتقد الدول النامية أو يعني الدول مثلاً العربية ماشي، قد يكون اللقاح بتاع البي سي جي أو الضرر اللي هنتكلم عليه تحديداً ليه تأثير ما على تحفيز جهاز المناعة بصورة عامة، ولكن مش هتعمل الفرق الكبير خصوصا في يعني الناس كبيره السن مثلا، ما اعتقدش ده. وطبعا يعني لازم الانتظار من النتائج التجارب السريريه اللي هتتعمل على البي سي جي للتاكد من ذلك. الحاجه الثانيه انه يعني ما فيش اي نوع من انواع التخصص في البي سي جي يربطه بالسارس كوف 2، وبالتالي مش هتبقى مناعه طويله المدى او يعني متخصصه، يعني مش هتبقى ليها اي فايده في الموضوع ده اطلاقا يعني. ف
فدي يعني وجهة النظر بخصوص البي سي جي. جايز يكون خصوصا في الدول الفقيرة أو الدول مثلا العربية معدل وفيات، دي نقطة تانية برضو مختلفة تماما عن الاستجابة المناعية، معدل وفيات بالنسبة للإصابات بيبقى أقل بصورة عامة مقارنة بأوروبا، لأنه يعني معدل الشباب بالنسبة للمجتمع أو سن مثلا معين اللي هو يعني الأقل الأربعين مثلا في الدول العربية أعتقد تقريبا 40-50%، في بعض الدول أكتر من كده اللي هو الناس اللي أقل من 40% 40 سنة مقارنة بأوروبا. جايز كان ده يعني ليه دور ان هو كانت الرعايه الصحيه بتخلي متوسط عمر الانسان يوصل لحد ال 80، فكان نسبه الشباب لكبار السن يعني اقل بكثير، يعني 30% واقل في بعض الدول يعني. وبالتالي ده بيظهر تاثيره اكتر في انه لما يحصل العدوى بصوره واسعه انه بيبقى في شريحه كبيره من الناس اللي اتعدوا هم كبار السن، وبالتالي بتبقى نسبه الوفيات لصغار السن بتبقى اعلى بكثير. دي نقطه برضه مهمه تانية يعني تم التركيز عليها في ابحاث مؤخرا. تمام. طيب نرجع للدكتور تمام. في سؤال عن محددات، سؤال بيقول: بالطبع هناك محددات لإتاحة اللقاح للدول الأكثر احتياجا، فإن كان من بين هذه المحددات البلاد التي سجلت إصابات ووفيات أعلى، فهذا يعني إتاحة غير عادلة لدول العالم النامي وتحديدا دول الصراع التي لا تمتلك أدوات رصد كافية، وبالتالي فإن الأعداد المرصودة للإصابات والوفيات أقل بكثير جدا من الواقع، فكيف يمكن تدارك هذا الأمر؟ شكرا، سؤال مهم. قبل ما أجاوب عليه تسمح لي أرجع للسؤال اللي قبله دقيقة. تفضل. شكرا على إجابة الدكتور أحمد عن البي سي جي، ولكن هناك بعض افتراضات أن هناك في مناعة أحسن في الدول الفقيرة بسبب التعرض للأمراض المعدية بشكل أكبر. كما نعلم نسبة الأمراض المعدية في الدول الفقيرة هي أعلى، فالجهاز المناعي الأكثر عرضة للأمراض قادر على الاستجابة لأمراض أخرى. الحقيقة أنا لم أرى أدلة علمية حقيقية على أن بس التعرض لأوضاع صحية أقل أماناً أو ارتفاع الأمراض المعدية هو عامل يقلل من خطورة كوفيد 19. وهذا يأخذنا إلى السؤال الآخر: الوباء سواء كوفيد 19 أو غيره هو ليس أمر طبي فقط، هو ليس أمر بيولوجي فقط، الوباء هو أمر اجتماعي واقتصادي وسياسي بالإضافة لكونه مرض بيولوجي. بمعنى بالطبع إتاحة غير عادلة لدول العالم النامي، لأنه لا نرى عدد الحالات، لا نرى عدد الحالات ليس فقط بسبب قلة عدد الحالات، يعني من النقاشات المستمرة هو لماذا لا يوجد عدد حالات كبير في الدول النامية كما وجد في يعني الانفجارات المرض في إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا على سبيل المثال. طبعا لا يمكن أن نلاحظ هذا العدد، أولا لأن معظم الناس في بالذات في الدول الأكثر فقرا لا يملكون القدرة على الوصول للمرافق الصحية ليتم فحصهم، لا يوجد فحص كافي، لا يوجد مرافق صحية قادرة على أصلا معالجة الأعراض الأساسية. بمعنى لنلاحظ الفرق بالموضوع، معظم الإعلام تكلم في الشهور الأولى للقاح عن نقص المنافس، عن نقص الفنتيليترز، ميكانيكال فنتيليشن، كأن هذا هو الحل الوحيد، بينما معظم سكان العالم خارج أوروبا الغربية وشمال أمريكا لا يوجد لديهم ليس فقط منافس كافية ولكن أكسجين سلبي، يعني بدون التنفيذ الصناعي. فموضوع المنافس هو أمر قد يكون مهم للدول الغنية ولكنه على قدر قليل من الأهمية للدول النامية. في تركيز للمرة الأولى التي يحصل في زمننا الحالي مرض كبير يؤثر على جميع الدول ويؤثر عليها بشكل سلبي، ففي هذه المرة بدل أن يصير تعاضد وتضامن على دولي على تأمين اللقاحات والأدوية والأبحاث العلمية
ووسائل العلاج بشكل عادل، نرى أولا الاهتمام على ما يؤثر على الدول الغنية مما يقل الاهتمام على ما يؤثر الدول الفقيرة. طبعا في مساعي لتحسين الوضع، منا ما الجهد فيما يدعى كوفاكس فاسيليتي، وهو تمويل دولي لتأمين لقاحات للدول الفقيرة بتعاون مع الدول المانحة. تم الوعد بوجود عدد من اللقاحات لتأمينها للدول الفقيرة أو للدول أقل غنى في من بداية توفر اللقاح، بحيث لا يتم الانتظار حتى كل الدول الغنية تنتهي من حاجاتها، وهذا سيحصل ولكنه لن يحصل على نفس نسبة التغطية. الأمر الثاني هو التغطية في أماكن الصراعات والأمور الإنسانية في بلدان مثل سوريا واليمن وليبيا، بالإضافة إلى العديد من الدول في أفريقيا جنوب الصحراء وغيرها. وعندما يوجد عدد كبير من اللاجئين سواء في مخيمات أو في مجتمعات محلية، يوجد سعي الآن لتأمين ما يسمى بالhumanitarian buffer من اللقاحات. لا نعلم إذا كان هذا الجهد سينجح وسينجح بكم كافي، ولكن النقاش قائم لأخذ قسم من اللقاحات في مراحل مبكرة وتأمينه بالذات للمجموعات السكانية المتأثرة بالصراعات المسلحة والحالات الطارئة. نتأمل أن الجهد الدولي يتوجه نحو التضامن والتعاضد على حساب للأسف الأنانية السياسية التي يمكن أن تحصل في ظروف كهذه. طيب نعود بسؤال للدكتور أحمد. السؤال بيقول: هل العدوى السابقة بكورونا مانع لأخذ التطعيم؟ يعني لو حد خد العدوى قبل كده والمفروض أنه نظرياً جسمه مكون مناعة، هل الشخص ده ياخد الفاكسين ولا لا؟ والله هو على حسب يعني فهمنا العدوى الطبيعية إنها مش بتحفز جهاز المناعة لفترة طويلة، أنه يعني حتى مش بس من النتائج اللي لحد دلوقتي موجودة وهي يعني محتاجة أكثر دراسة بناء على السارس كوف 2، إنه المناعة تقريبا بتستمر بناء العدوى الطبيعية من 3 شهور لست شهور. لكن برضو بناء على بعض النتائج من الميرس اللي يعني وهو من عائلة الكورونا، لأنه كان هنا في أوكسفورد كان في لقاح اوريدي اتعمل وتجرب في المرحلة الأولى من التجارب السريرية في أوكسفورد وفي المملكة العربية السعودية، فوجدوا الآتي: أنه نتيجة العدوى الطبيعية المناعة بتبقى فعلا قصيرة المدى، بتستمر يعني في الأفريج 6 شهور، ممكن التي سيلز تستمر لسنة بالكثير. لكن اللقاح في الغالب بيحفز يعني جهاز المناعة بصورة أكثر يعني تركيزا، ويعني more focused في الطريقه الصحيحه، بيبقى فيه اقل يعني انفلاميشنز اقل، ويعني اضطراب في الجهاز المناعي. فوجدوا انه اللقاح بيحفز جهاز المناعه بميكانيزم مختلف شويه، بيخلي المناعه تستمر لسنتين ل3 سنين. ف يعني النصيحه اللي موجوده حاليا ان هو حتى لو حد جاله العدوى نتيجه عدوى طبيعيه، فاعتقد ان هو هيكون من الافضل ان هو ياخذ اللقاح. تمام. طيب في سؤال اعتقد بس عايزة اقول ملاحظة صغيرة، واحنا قدامنا 30 دقيقة ان شاء الله والحوار هينتهي، فبس عشان توجيها للوقت بس. تمام شكرا. في سؤال اعتقد ممكن ناخد رأي فيه الدكتور احمد والدكتور تمام. يعني الدكتور احمد بحكم ان هو عايش في انجلترا، واعتقد انه يعني خلينا نقرأ السؤال الاول. السؤال بيقول: هناك جانب اخلاقي في مسألة التجارب السريرية، خاصة أنه جرت الموافقة على حقن بعض المشاركين في التجارب السريرية بالفيروس للتأكد من نجاعة اللقاح وتسريع النتائج، كيف ترون هذه المسألة الأخلاقية؟ فنعرف أنه الموضوع ده حصل في إنجلترا. الموافقة أتليست المبدئية كانت في إنجلترا، متهيألي الموضوع لسه لحد دلوقتي ما أخدش موافقة الحكومة إلا يعني على حسب ما أنا متابع تطورات الموقف. فهو يعني بيزيكلي السؤال عن الهيومن تشالنج ترايلز، فمن الناحيه الاخلاقيه يعني رايك ايه يا دكتور احمد بما انك عايش في انجلترا، رايك ايه في القصه دي؟ هو فعلا ده حصل، ان هو في يعني طلب اتقدم وكان في ناس كتير هنا من البروفيسورز الكبيره يعني فعلا كانوا في يعني موافقين على هذا الطلب لما تقدم، وفعلا تمت الموافقه عليه من الحكومه.
الحكومه بصوره رسميه، لكن لم يعني يتم عمل اللي هو التشالنج ستادي او ان انت تطعم الناس وفعلا تحقنهم بعد كده بالفيروس. هو طبعا لو هيتم ذلك في يعني قيود صارمه جدا على هذا الموضوع، ان هو المتطوعين يكون عمرهم من بين 18 ل 30 سنه، لانه الشريحه دي يعني طبعا لازم يكون مناعته طبيعيه، ولكن برضو في يعني نوع من انواع العدم يعني. طب انت ايه البارامترز اللي هتقدر تقيس عليه عشان تقول ده مناعته طبيعيه؟ لان يعني انت برضو مش صعب جدا ان انت بالتقييمات تقول ده شخص صحيح تماما. ممكن كل واحد يستجيب بصوره مختلفه، حتى لو كان طبيعي في البدايه استجابته تبقى مختلفه بعد حقنه بماده معينه. فما زال يعني تطبيق هذا الكلام لم يحدث، وفي اعتراضات كتير عليه عشان اكون برضو واضح. لكن احنا بنعمل ده في امراض تانية في حاله ان المرض يكون ليه علاج فعال. للكورونا المستجد ما فيش علاج فعال، فاعتقد ده برضو يعني من المسائل اللي هتخلي الموضوع تطبيقه صعب. الحاجه الثانيه انه نسبه الوفيات او الدخول في كومبليكيشنز عموما لشريحه معينه من الناس اللي هم من 18 ل 30 سنه قليله جدا 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 لو كان فعلا الشخص صحيح. وطبعا هيبقى في قيود صارمه على متابعه الاشخاص دي لو ده حصل يعني. طبعا انت لازم تزن الامور يعني، بتعمل ريسك اسيسمنت وبتشوف الفوائد ضد الاضرار. فاعتقد في الوقت الحالي الاتجاه لهذه الناحيه هيقل جدا يعني. كان ضروري جدا عمل حاجه زي دي ممكن قبل ما ندخل في يعني ما اسميها الموجه الثانيه، لانه كان فعلا عدد الحالات قل وانت ما انتش عارف تطلع باستنتاج بخصوص اي لقاح. بعد ما طلعت استنتاجات كتيرة بناء على أنه الحالات زادت مرة واحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، الشهرين اللي فاتوا لما ابتدت البيك تزيد، أعتقد يعني الانترست أن أنت تعمل التشالنج ستادي هيبقى تقريبا مش موجود، لأن أنت أوريدي قدرت تطلع بالاستنتاج اللي كنت محتاج أن أنت تعرفه نتيجة أن الحالات قلت. فمن وجهة نظر الشخصية أنه هو الموضوع ده في الغالب مش هيحصل، إلا ممكن في حالة أنه هو يطلع له يعني دواء فعال بنسبة 100%. لكن هو اخلاقيا طبعا فيه جدل، ولكن لو ما كانش فيه الموجه الثانيه حصلت كان اعتقد ان هو يبقى فيه اتجاه يعني يؤيد هذا الموضوع عشان تقدر تطلع باستنتاج هل اللقاح فعال. تمام. طب دكتور تمام، راي حضرتك ايه؟ هل في بعض الظروف اللي ممكن تبرر الهيومن تشالنج ترايلز في الشرق الاوسط؟ قد توجد، لكن كما ذكر الدكتور أحمد يجب أحياناً ننجرف بحماس لإيجاد حلول لمشاكل ليس فقط بسبب عبئها الكبير على البشر أو خطورتها. نواجه أحياناً في الصحة العامة اعتبارات مختلفة لمدى الخطورة التي أو الريسك اللي ممكن ناخده يعتمد على على مدى يعني الإثارة الإعلامية والصحية حول لقاح معين. مثلا Human Challenge قد يكون مبرر تحت ظروف شديدة التحديد، ولكن في أمور أسهل من هيك وأكثر وضوحا يعني ويتم إهمالها. بمثلا بمعنى أنه الكوفيد 19 هو وباء كبير ومشكلة صحية على قدر عالي من الأهمية، ولكنها ليست المشكلة الصحية الوحيدة في العالم. فعندما نتحدث على الجانب الأخلاقي نتحدث على الجانب التجارب السريرية، والتجارب السريرية كان فيها مشاكل أخلاقية عديدة على السنوات الماضية وتتكرر الآن. بمعنى هل نضمن للأشخاص الذين تعرضوا كانوا جزء من التجارب السريرية أن يحصلوا على اللقاح؟ الكنترول جروبس، ما يدعى الكنترول جروبس، التجارب السريرية هناك مجموعة تحصل على اللقاح الحقيقي ومجموعة تحصل على لقاح غير فعال على بلاسيبو. ولحد الآن لا نعلم مثلا إذا كان هناك التزام من كافة الشركات أو الباحثين بالعودة وتوفير اللقاح عندما يتم إثبات فعاليته إلى جميع من أخذوا البلاسيبو. هذا اعتبار أخلاقي مهم كمان. منها الأخرى هو هل نضمن وصول اللقاح إلى المجتمعات التي تم إجراء التجارب السريرية بها؟ الآن كما ذكر الدكتور أحمد صار في حالات كثيرة فيمكن إجراء تجارب سريرية في أوروبا، ولكن اللقاحات حتى يتم اعتمادها يجب أن تجرى في ظروف متعددة. وقد حصل في الماضي أمور مثل إجراء تجارب سريرية في دول نامية وعدم توفير الدواء في الدول النامية فيما بعد.
الأمور الأخلاقية المتعلقة بالتجارب السريرية معروفة لا. والأمور الأخلاقية المتعلقة بتوفير الموارد لأمراض معينة كمان معروف الآن، بمعنى COVID-19 أخذ العديد الكثير من الاهتمام والكثير من الموارد، وهذا أمر جيد. الدول المانحة توفر موارد قد تفيد الدول الأقل غنى، هو أمر شديد الجودة. ولكن لا يمكننا أن ننسى في الازدحام COVID-19 أن السل الرئوي لا يزال يقتل أكثر من 1.5 مليون شخص في العالم. الملاريا يعني بأطباء بلا حدود نعالج حوالي 12 مليون مريض في 70 دولة كل سنة، ولا يزال ربع مرضانا يعني حوالي 3 ملايين مريضهم مرضى ملاريا، ولا يزال حتى الآن لا يوجد موارد كافية لا لتوفير أدوية ولا لقاحات للعديد من الأمراض الأخرى ذات الأثر الشديد، ولكنها لا تؤثر على الدول الغنية. فبكل وضوح طبعا التجارب السريرية عن كوفيد يجب أن تخضع لمعايير أخلاقية صارمة، ولكن المعايير الأخلاقية في العلاج لأمور للطوارئ الطبية واسعة النطاق لا يجب أن تتوقف فقط عند أمر شديد تحديد كهذا، بل يجب أن نستعمل هذا الحافز الأخلاقي لنستكشف الأمور فيما يلي كوفيد، كيف يؤثر على الأمور الصحية الأخرى، كيف كوفيد الآن الذي استفاد من مليارات دولارات من التمويل حرم أمور أخرى أمراض أخرى تؤثر على الدول الفقيرة من التمويل بنفس الوقت. فأتخيل أننا سوف نقوم بحل المشاكل الأخلاقية واحدة بعد الآخر عندما تكون محددة إلى هذه الدرجة، ويتوجب علينا أن نأخذ نظرة عميقة بعد كوفيد لنعرف أين موقعنا من الأمور الأخرى التي تضغط على الصحة العامة في العالم. شكرا جزيلا دكتور. في سؤال تقني عبر تويتر متهيألي ممكن نوجهه للدكتور أحمد. السؤال بيقول: لدي استفسار أود طرحه على الإخوة المشاركين بخصوص نقل وتخزين اللقاحات، كما علمنا أنها حساسة جدا وتحتاج إلى تهيئة ظروف شديدة وصارمة، مما يعد تحدي لوجستي كبير جدا. ماذا لو أخفقت إحدى مراحل النقل والتخزين والتوزيع؟ هل هناك وسائل للتحقق من سلامة الجرعات؟ تمام. طبعا يعني هو في ما تم إعلانه دلوقتي 3 لقاحات، 2 منهم بيعتمد على الماسنجر RNA يعني كودت فليبيد نانو بارتيكل، ودي اللي فعلا محتاجة تجهيزات لوجستية قد تكون معقدة وغير متاحة غير في دول يعني قليلة جدا، يعني محتاجة أنها تخزن وتنقل حتى يعني تحقن في درجة حرارة من ناقص 40 لناقص 70 تحت الصفر، خصوصا يعني لقاح فايزر هو أقل يعني ثباتا في درجة الحرارة المرتفعة. طبعا الإمكانيات دي مش موجودة غير في تقريبا 17% من دول العالم، وحتى الدول دي هتحتاج تجهيزات وتكلفة لعمل ذلك. لقاح أكسفورد مثلا يعني بيحاول يتغلب على هذه المشكلة في النقل والتوزيع، انه ممكن نقله وتوزيعه في درجة حرارة التلاجة العادية من 2 ل 8 درجات مئوية بيبقى ثابت او يعني ستيبل يعني لست شهور في درجة التلاجة العادية، وده اعتقد شيء مهم جدا جدا هيقلل طبعا من تكلفة النقل والتجهيزات اللوجستية الموجودة. طبعا يعني شيء طبيعي ان انت لما بتصنع لقاح قبل ما بتطلع الباتش بتاع اللقاح دون او يعني هذه المجموعة من التصنيع لازم بيتم جزء من الكواليتي كنترول، ان انت تتأكد انها فعالة وانها ما حصلش فيها نوع من الكونتامينيشنز، ده بيتعمل قبل ما تبتدي تتوزع. طبعا بعد ما تتوزع يعني ده شيء مطلوب، ولكن يعني دي برضو محتاجة تجهيزات اخرى، ولكن في الغالب لو تم عمل ذلك مباشرة قبل التوزيع والنقل، خصوصا اذا تم تأمين الظروف المناسبة للنقل والتوزيع، أعتقد مش بتتعمل في أغلب اللقاحات، يعني مش بعد مثلا ما دولة بتستورد لقاح بعد ما تكون تم اعتماده إنها بتروح مجرباه تاني وتعمل كواليتي كنترول تاني، أعتقد ده مش بيحصل في اللقاحات يعني على حسب علمي يعني. ولكن زي ما قلنا الأهم من دون إن أنت فعلا تلتزم بصورة كبيرة جدا بيعني التوصيات المطلوبة لنقل وتخزين اللقاح والاستخدام بتاعه، وطبعا ده يبقى تحت يعني اشراف دولي ومنظمات دوليه والحكومات، ويبقى يعني فيه رقابه عاليه عشان ما يتمش نوع من انواع يعني المشاكل او التدمير للقاح قبل ما يوصل للمستخدم.
أنا أعتقد في ظل الظروف دي لازم الشركة المصنعة هي اللي هتختبر يعني سلامة، أو يعني إذا كان اللقاح اتأثر بظروف التخزين. يعني ما أعتقدش إن في الوقت الحالي متاح لينا إن كل الدول يكون عندها التولز دي أو الوسائل دي يعني. فهي يعني زي ما الدكتور أحمد قال، يعني إحنا لازم طالما هنتجه للنوع ده من اللقاحات فلازم نلتزم بظروف التخزين، لأنه ممكن فعلا أي حاجة خطأ ممكن تحصل في النص تخلي اللقاح ده غير فعال. طيب في سؤال للدكتور تمام، هل لديكم خطط للتواصل مع منظمات أممية كمنظمة الصحة العالمية لدعم إتاحة اللقاح لدول العالم النامي على نحو عادل؟ كما ذكرت في جهد أممي تقوده منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات عن طريق بادرة تسمى كوفاكس فاسيليتي، وهي تعتمد على تمويل دولي تناسبي لتوفير اللقاح في الدول النامية. بمعنى الدول المانحة تؤمن تمويل، ولكن الدول المستفيدة أيضا تطالب بدفع قسم من التكاليف بحيث يحصل تعاون أممي للتأمين اللقاحات. عشرات ملايين من اللقاحات وعدت إلى هذا الكوفاكس فاسيليتي، وسوف يتم توزيعها على الدول النامية. الكثير منها سيذهب إلى الأماكن التي فيها الوباء بدرجة أكبر كالهند مثلا، ولكن إلى العديد من الدول. الفكرة جيدة، والجهد والدفع لعملها كان ممتاز، ولكن كانت لتكون أفضل بكثير وأكثر قدرة على النجاح لو كانت الدول المانحة اعتمدتها بنفس الطريقة ككل الدول الأخرى. بمعنى لو كان توفير اللقاح عالميا اعتمد على الكوفاكس فاسيليتي وتم شراؤه بشكل متكامل لكل العالم، ولكن مع العديد من الدول الغنية قررت أن تشارك إلى حد ما في كوفاكس فاسيليتي، ولكن أن تقوم بصفقات جانبية مع الدول مع الشركات المصنعة لتأمين لقاحاتها الخاصة، وهو أحد الأسباب اللي أدى إلى أن اللقاح تم شراء معظم إنتاجه للسنة القادمة قبل أن ندخل في حتى الوحدة بال 2021. معظم إنتاج 2021 تم شراءه من عدد من الدول الغنية. ففي جهد وندفع بشكل واضح لتأمين اللقاح للدول الفقيرة، ولكن أيضا للحالات الإنسانية. ولكن كما ذكرت الموضوع ليس طبي فقط، الموضوع سياسي واقتصادي، وتوجد جهود متناقضة أحيانا لتوفيره أو لاحتكاره. فنتابع العمل، نتمنى أن كل الجهات التي تعمل عليه تستطيع أن تحدث تأثير حقيقي في المستقبل. تمام. طيب في سؤال المناعة متهيألي مناسب جدا للدكتور أحمد، كيف يحفز اللقاح الجهاز المناعي لفترة تصل إلى 3 سنوات والإصابة الطبيعية بالفيروس يمنح مناعة لا تزيد عن 6 أشهر؟ أليس من البديهي أن الإصابة تكون أكثر فاعلية للمناعة من اللقاح؟ تمام. تاني، هو بناء على الداتا اللي طلعت من الميرس، وهو برضو كان اللقاح بنفس الفكره ان هو بيعتمد على سبايك بروتين والناقل الفيروسي والكلام ده كله. لما بتحدث العدوى الطبيعيه المفروض الجسم بيتعرض للفيروس، ولكن يعني مش بيتم تدميره بسلاسه، ويعني انه المفروض لو يعني في الطبيعي الميكانيزم الطبيعي لما الانسان بيتعرض لفيروس، الفيروس بيرتبط بمستقبلاته. لو كانت العدوى دي أول مرة تماماً، مفيش أي ذاكرة ضده زي ما هو الحال مع SARS-CoV-2 أو فيروس كورونا المستجد، وبالتالي بيبقى مفيش أي نوع من أنواع الخلايا المناعية ضده، ولا في أجسام مضادة موجودة. الفيروس بينجح في أنه يعني يحقن المادة الوراثية، وبالتالي الخلايا بتبقى يعني بتتدمر بسرعة، فرصة أنها تبتدي تكسر الفيروس وتعرضه على مثلاً مستقبلات او يعني عارضات معينه زي ام اتش سي كلاس 1 او 2 عشان تحفز التي سيلز او هيلبر او سايتوتوكسيك. يعني مش عايز اخش في الجزء برضو المصطلحات، ولكن يعني في وجود العدوى الطبيعيه بيبقى جهاز المناعه مضطرب بشكل كبير، وبيبقى في افرازات سايتوكاينز بتخلي يعني ما فيش نوع من انواع التوجيه الصحيح للاستجابه للخلايا، ويعني عرض ما هو جزء متخصص جدا 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 ممكن يبني ضده ذاكرة.
يعني عشان أدي مثال، خلايا الوحيدة اللي بتقدر في جسم الإنسان تقدر تعمل الذاكرة وتنفعك لو اتعرضت للمرض مرة أو اتنين أو تلاتة هي البي سيلز والتي سيلز. البي سيلز بتتعرف عن طريق الأجسام المضادة، والتي سيلز عن طريق التي سيلز ريسبتورز، والتخصص بيوصل لسيكونس محدد جدا جدا من الأجسام المضادة من الأمينو أسيدز أو الأحماض الأمينية، بيبقى من 8 ل 11 أمينو أسيدز، ده بنسميه إبيتوب. ده الجزء اللي بتبني ضد الذاكرة اللي ممكن تكون نافعة عندما تتعرض للمرض لمرة أخرى. لكن الفيروس فيه يعني آلاف الأمينو أسيدز، لما بيبقى الجسم يعني حصل له العدوى الطبيعية بيبقى مضطرب، بيبقى فيه inflammations بتحصل، بيبقى فيه يعني عدم القدرة على التخصص لأنه برضو تكسير البروتين بتاع الفيروس وعرضه بيبقى بصورة عشوائية جدا جدا جدا. فعند حدوث الاضطراب بيبقى فيه فرصة عالية إنه ما يتمش عرض اللي بنسميها immune dominant epitope، أو اللي هي الإبيتوبز اللي فعلا تقدر تكون مفيدة لجهاز المناعة إن هو يبني ذاكرة وتحفيز مفيد، neutralizing antibodies و T cells وخلافه. على السيناريو الثاني لما بيتم يعني البحث بصورة تجريبية إيه الستركشر المعين في البروتين اللي ممكن يكون فيه immune dominant epitopes سواء للT cells أو للB cells عشان تطلع أجسام مضادة، بيبقى الموضوع أكثر يعني سلاسة لجهاز المناعة إن هو يتم يعني لو أنت مثلا دخل الجسم سيكونس من 100 أمينو أسيدز غير إن هو يتعرض مثلا ل 100,000 أمينو أسيدز، فرصة إن أنت تحط له السيكونس لجهاز المناعة اللي فيه الجزء المحدد اللي هو من 8 ل 11 أمينو أسيدز، فرصة إن هو لما يحصل الديجيشن والبريزنتيشن خطوة اللي هو التكسير والعرض لجهاز المناعة بتبقى طبعا النسبة أعلى، يعني إن أنت تطلع إبيتوب مهم من 100 غير إن أنت تطلعه من 100,000. فبالتالي ده بيدي فرصة أكبر إن هو يحفز جهاز المناعة في الاتجاه الصحيح بعدد أكبر، وجزء من هذه الخلايا يتحول لخلايا ذاكرة أو بنسميها memory cells سواء T أو B cells اللي بعد كده بتتخصص وتبقى بلازما cells، ويعني بتبقى المناعة فعلا ما تم إيجاده بصورة فعلية تجربية إن هو المناعة كل ما طبعا ابتديت بعدد أكبر أو حفزت عدد أكبر هيعيش معاك فترة أطول. فهو ده اللي بيحصل بناء على نتائج الميرز ونتائج مبدئية من السارس كوف 2، ولكن طبعا محتاجة فترة أطول عشان تقدر تثبت الديورابيليتي أو اللونجيفيتي اللي هي المدة اللي هتستمر ليها هذه المناعة. فهو ده يعني الفكرة خلف هذا الموضوع. إجابة جميلة جدا، شكرا دكتور. دكتور تمام، التصنيع والتطوير يسيران بنفس الخطوات بحيث أن هناك ملايين الجرعات تم تصنيعها وتخزينها بالفعل قبل الحصول على موافقات من أي درجة. لماذا كل هذه الثقة الهائلة؟ أليس الموضوع يدعو للقلق؟ كما ذكر الدكتور أحمد، القدرة العلمية على إيجاد لقاح فعال تختلف عن الإجراءات التي تسمح باستعمال لقاح وإنتاجه على مجال واسع. عندما يكون لدينا لقاح موجود أو علاج ما يدعى بالجولد ستاندرد أو القدرة على علاج الأمراض، تطوير اللقاح يأخذ وقت أطول بكثير لسبب لعدة أسباب، هي الحاجة لإجراء بحوث علمية مكثفة، الحاجة لإيجاد التمويل، والحاجة لحدوث اتفاق على الحاجة للقاح والقدرة على إنتاجه والقدرة على تصنيعه إلى آخره. بمعنى من فترة كنا نتحدث عن أحد التجارب القادمة لصناعة لقاح، تطوير لقاح للسل الرئوي. كما ذكرت حوالي 1.5 مليون شخص يخسروا حياتهم سنويا في السل والسلم يحصل على اللقاح منذ البي سي جي، وهو كما ذكر الدكتور أحمد ودكتور إسلام ليس بلقاح فعال بشكل كبير. فكنا نتحدث عن مركب موجود، ولكن تطويره سوف يأخذ ما يقارب 10 سنوات لحتى يتم اختباره وإيجاد الإمكانيات والتمويل حتى المفاوضات بين الشركات المطورة والممولين ومنظمة الصحة العالمية والدول المتأثرة بالسلف على سبيل المثال. طبعا القدرة التقنية على تصنيع اللقاحات تختلف من لقاح إلى آخر ومن تكنولوجيا إلى أخرى، ولكن
لا يمكننا الربط بين السرعة وبين الفعالية أو القدرة على تصنيعه. صنع اللقاح لأن هناك اهتمام كبير به، لأن المشكلة حقيقية وموجودة اليوم وقادرة على تأمين تمويل واتفاق. المثال الذي يمكن استخدامه هو ما يدعى الـ Emergency Approval. هناك عدة مؤسسات دولية يعتمد عليها في الموافقة على أدوية جديدة، منها منظمة الولايات المتحدة للغذاء والدواء، المنظمة الأوروبية للأدوية، ومنظمة الصحة العالمية. USFDA المنظمة الأمريكية منها حتى ما يدعى ترخيص Emergency Authorization، يعني ترخيص مستعجل للقاح فايزر، أو في طريقة لمنح ترخيص مستعجل للقاحات فايزر وموديرنا. والسبب هو الحاجة، في عدد كبير، في عدد هائل من الوفيات وعدد هائل من الإصابات. فهناك دائما تقييم للخطورة، يعني risk analysis. هنا عدم وجود لقاح هو أخطر في مكان عالي الإصابة كالولايات المتحدة من وجود لقاح قد يكون غير مدروس بشكل كامل. رغم أنه كما ذكر الدكتور أحمد، نعلم بشكل مبدئي وبشكل وافي عن الأثار الجانبية للقاح، فاستعجال هذا اللقاح ليس مستغرب، وهو غالبا هو مأمون من حيث المعلومات التي نجدها، على الأقل كما ذكر الدكتور أحمد مرة أخرى، للشهور الأولى أو السنة الأولى من استعمال اللقاح. سوف تتم المراقبة. ما يقلقنا حاليا هو الموجات القادمة من الوباء، انتشاره إلى دول لا يوجد فيها نظام صحي قادر على مقاومته، وعدم وجود مناعة عند الأشخاص الذين يحتاجونه بقدر أكبر. فصرامة تقييم الخطورة والفائدة يجب أن تكون مستمرة، ولكن حساسة للوضع الحالي وللخطر القائم على الناس المعرضة للإصابة. شكرا دكتور تمام. في سؤالين متعلقين ببعض وحوجههم للدكتور احمد. احنا معنا لسه 5 دقائق نكمل. دكتور اسلام معلش، هو بس تمام، فاضل 5 دقائق. حاضر. طيب سريعا يا دكتور احمد، انا هقرا السؤالين سريعا. ماذا عن الاصابات التي انتقلت من الانسان للحيوانات مثل حيوان المينك في الدنمارك واسبانيا وانتقلها تباعا لحيوانات أخرى؟ هل هذا يؤدي لظهور outbreak من الفيروس؟ وهل المصل أيا كان مصدره سوف يعطي مناعة ضد مثل هذا النوع من outbreak؟ السؤال الثاني اللي قريب منه قوي، هناك مخاوف من حدوث طفرة في البروتين سبايك بفيروس كورونا المستجد لا تؤثر على قدرته في الارتباط بمستقبلات الخلايا البشرية، لكنها تغير في تركيباته الوراثية بما يجعل اللقاحات المعتمدة عليه غير فعالة. هل هذه المشكلة وارد حدوثها؟ بالنسبة للانتقال من الإنسان للحيوان، طبعا في حالات اتسجلت، وكل يعني لو هتكلم عن اللقاحات اللي ليها علاقة بالسبايك بروتين، السبايك بروتين كبير جدا، وده من حسن حظنا. يعني في فيروسات الجزء اللي هو السبايك بتاعتها اللي بتطلب المستقبلات بتبقى مش كبيرة، وبالتالي فرصة ان انت يكون في عندك إيبيتوبس او اجزاء معينة تحفز جهاز المناعة مستضادات بتبقى اقل. السبايك بروتين اكتر من 500 امينو اسيدز، يعني بالحسبة اللي هي البدائية جدا، وطبعاً مش ده اللي بيحصل. لو قسمتها على مثلاً 10 متوسط إيبيتوبس ممكن يطلع عندك 500 إيبيتوبس، جزء منهم يكون فعال. فلو حصل حتى تحور، وإن كان كل التحورات أكثر من 30 طفرة لحد دلوقتي حدثت في السارس كوف 2، ما كانتش بجزء كبير في السبايك بروتين، وما أثرتش على النيوترالايزنج أنتيبوديز اللي بتطلع من اللقاحات اللي تم عرضها أو يعني عرضت نتائجها وكانت فعالة. لأنه أنت بيطلع كل عندك مسحة جديدة بتاخد تشوف النيوترالايزنج أنتيبادي هتعمل نيوترالايزيشن أو يعني تثبيط للفيروس وبيحصل. فكل الحاجات اللي حصلت دلوقتي الطفرات لم تؤثر على القدرة بتاعة اللقاحات. وعلى حسب يعني توقعي اللي ممكن يكون طبعا مش صحيح، أنه هو بفرصة قليلة جدا لأنه البروتين كبير جدا أنه يفقد قدرته على تحفيز جهاز المناعة، يعني أستصعب ذلك. لو كانت طفرة كبيرة جدا في جزء محدد جدا منه مثلا اللي هي الريسبتور بايندينج دومين ممكن تؤثر على استباطه وقدرته على العدوى، ده هيكون يعني شيء إيجابي جدا. في جزء هيطلع بتفصيل في البحث اللي هينشر من أوكسفورد
مش بس الفعالية بتاعت اللقاح، اللي هي قدرة اللقاح على طبعا تقليل الأعراض في الناس اللي حتى لم يتم حمايتهم كانت كبيرة جدا، بالإضافة إلى أنه في ملاحظة تم تتبعها في خلال التجارب السريرية الأوكسفورد تحديدا، معرفش التجارب السريرية عملتها أو لا في اللقاحات التانية، وهي قدرة اللقاح على تقليل الأسيمتوماتيك انفكشنز، يعني لما الشخص بيبقى معدي وما عليهوش أعراض تم تتبع الناس دي هل فعلا اللقاح بيؤثر على قدرتهم على العدوى أو لا، وكانت في نتائج إيجابية جدا جدا بهذا الموضوع اللي ممكن تؤثر على انتشار العدوى بسرعة. أشكرك يا دكتور. سؤال سريع يمكن في 30 ثانية دكتور تمام، في حالة توفر اللقاح هل يكون استعماله إجباريا أم اختياريا؟ لا، ليس بعلمي أي حالة يتم بها تلقيح الإجباري، التلقيح هو أمر شخصي، ولكن هناك وسائل لحث الناس على استعمال اللقاح، ومنها توفير معلومات وافية وتوفير القدرة على حصول على اللقاح بشكل عادل، ولكن حتى في أوبئة سابقة لم يتم على علمنا استعمال اللقاح بشكل إجباري، وهذا له علاقة بالناس تملك السلطة على جسدها وعلى حياتها طالما لا تؤذي الآخرين. طيب تمام، شكرا يا دكتور. في سؤال أخير أنا حجاوب عليه بسرعة جدا لأنه مهم، ما صحة ما يثار عن استخدام النانو تكنولوجي في إنتاج لقاحات الكورونا واستعمال هذه التقنية في السيطرة على البشر عن طريق حقن شريحة ميكروسكوبية مع اللقاح؟ لا لا، ليس له أي أساس من الصحة يا رحاب، الموضوع ده فيكشن يعني خيال، ما لوش أي فاونديشن علمي أو غير، يعني الموضوع يعني خرافة يعني، فاطمئني الموضوع ده غير صحيح. طيب الوقت داهمنا وقدامي دقيقة واحدة أنهي فيها اللقاء اللي أنا سعدت بيه جدا، ويعني أحابب أشكر كل الضيوف اللي كانوا معانا والناس اللي سألوا أسئلة وأثروا الحوار، وحابب أشكر ضيوفي الدكتور أحمد سلمان والدكتور تمام العودات، شكرا جزيلا على وجودكم معانا في هذا اللقاء، وحابب آخر حاجة إني أعتذر عن العطل الفني اللي خلى الدكتور علي غير قادر على وجوده معانا في هذا اللقاء، وأعتقد إنه الإخوة في سايدف ممكن يلحقوا اللقاء ده بفيديو ممكن يجيب فيه عن بعض الأسئلة، يعني أنا شايف قدامي أسئلة عن تطورات التجارب السريرية للقاحات الصينية والروسية، شايف أسئلة على اللقاح الصيني على وجه الخصوص لأنه من المتوقع أن يكون له دور مهم في مصر، فأنا أعتقد أنه الأسئلة دي ممكن إن شاء الله الدكتور علي يجيب عليها في فيديو منفصل. شكرا لكم جميعا، والساعة 12 بالضبط والمايك معاكم يا بوسعين. أشكرك دكتور إسلام، أشكر جميع الحضور وأشكر ضيوفنا الكرام وسعدنا بكم، وأسفين جدا جدا على الأعطال التقنية، هي أكيد وردة في عصر الكورونا يعني، بس إحنا أسفين جدا على اللي حصل يعني، ونتمنى أنه الحوار كان مفيد لجمهورنا، وشكرين جدا لمجهودكم ووقتكم معنا، شكرين جدا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا.